إِنَّا سَمِعْنَا أُخْتَنَا شَيْئًا عُجَابٌ قَالُوا كَلَامًا لَا يَسُرُّ عَنِ الْحِجَابِ قَالُوا خِيَامًا عُلِّقَتْ فَوْقَ الرِّقَابِ إِنَّا سَمِعْنَا أُخْتَنَا شَيْئًا عُجَابٌ قَالُوا كَلَامًا لَا يَسُرُّ عَنِ الْحِجَابِ قَالُوا خِيَامًا عُلِّقَتْ فَوْقَ الرِّقَابِ قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقة والتطور في غياب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب يا أختنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا فيك العزيمة والنزامة والثواب فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب